يا مساء سعادة على كل مشاهدين عيادة تن، أهلا وسهلا بكم. وفقرة مهمة جدا جدا، كلنا الفترة الأخيرة بقينا حابين يكون شكلنا حلو. معرفش، ممكن يكون ثقافة أو فكر عمليات التجميل. كنا دايما بنسمع لبنان برا مصر بيهتموا بعمليات التجميل، ما كانتش عندنا الثقافة دي، ولكن دلوقتي متهيألي كلنا الموضوع تفتح شوية، الموضوع ما بقاش فيه كسوف. يعني أنا مثلا لو رحت عملت أي عملية تجميل بقول لأصحابي عادي، بقول لقرايبي، مش زي الأول بقى بتكسف وبتدارى ولازم أطلع برا مصر. النقطة المهمة اللي أنا عايزة أتكلم فيها النهاردة هي السمنة الموضوعية. أنا ممكن يكون شكلي حلو قوي ولابسة فستان شيك قوي، ممكن يكون مش فيها غلطة خالص غير مكان معين فيه تكدس دهون حلو قوي كده، الناس هتسيب كل حاجة فيها حلوة وهتبص على المكان ده لأن هو هيبقى ملفت جدا. هي دي بقى النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. أنا لو شلت المكان ده كلي على بعضي هظهر بشكل حلو قوي. مين بقى يعني محترف وخبير في الموضوع ده؟ يعني واسم المركز بتاعه كده عامل ضجة الفترة اللي فاتت، يعني دكتور محمد الفولي. خلينا بقى نرحب بيه، وخليني كمان أقوله أنا سعيدة جدا أنه هو متواجد معايا النهاردة. دكتور محمد الفولي استشاري أول جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة عين شمس، دكتوراه مناظير وجراحة السمنة والسكر، ماجستير جراحات الجهاز الهضمي والثدي، عضو الجمعية الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والمناظير. أهلا بيك. أهلا بيك، وحشتنا. والله صديقي الصدوق. والله عامل ايه يا دكتور؟ انا مبسوط جدا ان معاك النهارده والله بجد. كلنا بقى وحشاني جدا والله. انا والله تمام، يعني انا سعيده جدا طبعا يا جماعه ان انا يعني في برنامج تن وعلى شاشه تن عياده تن كمان. نبدا بقى ونخش في الموضوع. تمام. قد ايه انت الناس اللي بتجيلك بتبقى شايفه ان السمنه الموضوعيه دي مشكله العصر بالنسبه لها، يعني حياتها متحطمه بسبب السمنه الموضوعيه دي؟ بص، الحقيقه انت اثرت نقطه مهمه جدا وحلوه جدا في المقدمه بتاعتك، وهي ان ممكن الناس تسيب كل الجسم كله والشكل الحلو والجسم فعلا كويس، ممكن واحده تبقى ملكه جمال ما شاء الله بس في ديفوه معين في جسمها، البطن مثلا كبيره شويه او المؤخره مثلا صغيره مثلا او فيها ترهل شويه، فتسيب كل ده وتركز قوي قوي في الديفوه اللي موجود ده، فبالتالي يبقى الانطباع كله سلبي عن الشخص نفسه. هي دي النقطه، يعني الموضوع بيسبب مشكله يمكن نفسيه وثقه بالنفس اكتر بكتير من المشكله العضويه، لان مشكله السمنه الموضعيه هي حاجه متعلقه بالشكل اكتر منها بالامراض المصاحبه للسمنه. لكن السمنه المفرطه الناس اللي هم عندها شويه صح؟ الناس اللي هم اللي عندهم السمنه المفرطه ووزن زايد كبير هم دول اللي بيبقوا اكتر عرضه للضغط والسكر والمشاكل اللي هي خشونه المفاصل والحاجات دي. لكن السمنه الموضعيه مشكلتها بتبقى شيب اكتر او شكل جمالي اكتر. طيب قول لنا بقى، انا شايفه في ضيف معانا في الفقره. خلينا نرحب بيه. مسميه اسمه ولا لسه ما سميناهوش؟ لسه ما سميناهوش. طيب اشرح لنا بقى عليه يا دكتور، ايه اللي بيتم، يعني هو صفته ايه معانا او ايه اللي بيتم تكون سببها؟ احنا دلوقتي لو احنا بصينا للشكل العام ده، اول حاجه في اعضاء داخليه جوه دي. بصي انت في عضله هنا اسمها الحجاب الحاجز. اوكي. العضله دي بتفصل الصدر فوق عن البطن تحت. حلو. الصدر فيه ايه؟ فيه رئتين وفي القلب وفي الاوعيه الدمويه الكبيره زي الشريان الاورطي والوريد. عندك هنا البطن فيها الكبد وفيها المعده وفيها القولون وفيها الامعاء. حلو كويس. كل الاعضاء دي بتاثر بزياده الوزن، بدايه من الرئتين للقلب وتصلب الشرايين والذبحه الصدريه على القلب، لتليف الكبد بسبب الدهون اللي على الكبد، التهابات في المعده وارتجاع في المريء، التهابات في القولون، كل دي اسمها سمنه مفرطه. اوكي. احيانا ممكن يجي واحد عنده بطن كبيره قوي. بصي البطن الكبيره دي بيبقى ممكن تكون المشكله ان الدهون هنا جوه البطن، هنا لازم ينزل في الوزن. لكن لو بصي الدهون هنا في جدار البطن تحت الجلد هي دي اسمها السمنه الموضعيه. بصي المنحنى الجميل ده. تمام. بص دايما الراجل بتلاقيه عريض من فوق وتلاقي نزل على شكل حرف في، يعني حرف في. احيانا بتلاقي ان الرجاله مثلا الجزء ده بارز بشكل كبير قوي جدا، تلاقي الصدر هنا فيه تسدي واضح. دي اللي هي اصلا بتخلي الشكل وحش جدا. العامل النفسي، انا عن نفسي لما بزيد شويه ببقى عايزه انزل الجناب. لانها بتغطي على جمال الجسم كله طبعا. هي في الاول في الاخر في معايير للجمال. في ان الست تكون او السيد تكون اور جلاس، يعني هي من فوق مثلا عريضه حاجه بسيطه قوي. الوسط اصغر حاجه هي زي الساعه الرمليه. اوكي. والمؤخره والاجنب بتبتدي تبقى اعرض تاني. هي دي المنحنيات الجماليه بتاعت المراه. الرجل نفس الكلام، ان هو يكون عريض من فوق، عضلات الصدر عنده باينه، عضلات السكس باكس عنده باينه على شكل حرف في، يبقى عريض من فوق والوسط بتاعه صغير جدا. فالاجنب بتبوظ بقى كل الكلام ده.
طيب لو دخلنا قلنا يعني عايزين ندخل في كل حاجه، خلينا بالسمنه الموضوعيه وكمان السمنه المفرطه. تمام. بما ان معانا الاستاذ اللي منورنا ده، قد ايه ممكن يكون انسان عنده سمنه موضوعيه وسمنه مفرطه فالموضوع يبقى مؤذي اكتر، وده بيترتب على ايه؟ بصي، السمنه المفرطه مؤذيه اكتر زي ما قلت لك في اعضاء الجسم كلها، ان هي بتعمل مضاعفات خطيره، بتعمل فشل في وظائف اعضاء الجسم، ممكن توقف الحياه تماما عند مرحله معينه. اوكي. السمنه الموضعيه، وده اللي الناس لازم تبقى فاهماه، هو شخص الوزن الزايد اللي عنده مش كبير. هو شخص الوزن الزايد اللي عنده بنتكلم في حوالي مثلا 15 10 كيلو في الرينج ده. اوكي. بس المشكله ان ال 15 او 10 كيلو دول الموجودين دول مبوظين او مخلين شكل الجسم وحش قوي. حلو. احنا دورنا ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نسحب الدهون دي عشان نعيد شكل الجسم الجميل من تاني، نرسمه. يعني نقدر ان احنا نرسم العضلات بتاعه البطن، نقدر نرسم عضلات الصدر، نقدر نرسم المنحنيات الجميله اللي في الستات. نقدر ان احنا في الستات كمان ناخد الدهون ونصغر الوسط قوي ونعيد حقنها في المؤخره وفي جناب المؤخره، فنخلي بدل ما كان البطن كبيره والمؤخره صغيره وجناب المؤخره صغيره، العكس، نخلي الوسط هو اللي صغير والمؤخره البرازيليه او المؤخره. ايه اكتر حاجه بتجيلك؟ يعني خلينا هنتكلم، انا عارفه اكتر حاجه عند الرجاله واقولها لك اللي هي بتضايقهم اكتر من البطن. بس عند السيدات بقى ايه اكتر يعني الناس بتجيلك؟ ايه النسبه الكتيره اكتر؟ النسبه الاكتر ان بتلاقي البطن فيها نسبه دهون عاليه والمؤخرة ممكن تكون صغيرة شوية ومش متناسقة مع الجسم أو الشكل، مش الشكل الأنثوي الجذاب. أوكي. وده برضو للأسف بيحصل بطبيعة الحال بعد الزواج وبعد الولادة. مرة في التانية، كل ما الوقت بيمر كل ما بتلاقي الشكل الأنثوي بيتغير شوية. فاهم قصدي؟ فبالتالي إحنا بنعيد الحيوية من جديد وبنعيد الشكل الجذاب من جديد. طيب عايزين بقى نتكلم في الجد. أنا عايزة أشيل المكان ده. تمام. يعني عايزه اخفيه خالص. تمام. وبالمره كمان ان انا انحج جسمي، يعني ما انا داخله بقى هعملها يبقى بالمره اكون حلوه يعني. تمام. فا ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه اللي بيتم وفي قد ايه؟ لان الناس زمان كانت بتطلع اشاعات بقى ان بياخد وقت كتير، لا انا مش هروح، لازم اخد اجازه من شغلي. بس انا سامعه حضرتك بتقول صحيح. ان الموضوع يعني في نفس اليوم بتروح. بالظبط. احكي لنا بقى. بصي، اول حاجه بصي فينا، لا معرفش لو الساده المشاهدين هيقدروا يشوفوا الجزء ده، فينا طبقه من الدهون زي ما انت شايفه تحت الجلد، الشخص اللي موجود ده رفيع، يعني ده بصراحه ما شاء الله. ما ده حلو قوي يعني، يا ريت كلنا نبقى زيه. نبقى زيه، ما فيش دهون جوه، ما فيش دهون بره. بص، طبقه الدهون صغيره جدا جدا. اوكي. جدا. فنتخيل مع بعض ان طبقه الدهون اللي موجوده دي اللي هي تحت الجلد كبيره قوي. احنا كل اللي عايزين نعمله ان احنا نشفطها ونطلعها بره الجسم عشان نخليها صغيره زي كده. فاهم قصدي؟ طب ده بنعمل ده ازاي؟ اول حاجه بنعمله بدون جراحه، يعني كنا زمان لازم نعمل حاجه اسمها ديرمولايبكتومي، نفتح جرح ونقص الجلد بالدهون ونرجع نقفل الجرح تاني. الكلام ده كله انتهى، واصبح ان احنا نقدر نعمل شفط للدهون بدون جراحه. بنعمل فتحات صغيره، وليكن مثلا هنا فتحه صغيره وهنا واحده صغيره، وندخل ندوب من خلال ادوات معينه تحت الجلد، ندوب الدهون دي خالص وندوب الدهون هنا كلها ونسحبها بره الجسم. دايما بنختار الاماكن الصغيره هي لا تتعدى نص سنتي، يعني اقل من نص سنتي دي بتبقى الفتحه الصغيره. يعني مفيش جراحه عشان نمشي تحت الناس الجلد. اللي فاهمه غلط، مفيش جراحه، مفيش ايام كتير في المستشفى. بالظبط. احنا معانا كمان صور كتير قوي بفوق افتر، هكون معانا على الشاشه. بس خليني بقى اسالك على الاجهزه الجديده، يعني انا سامع مثلا ان في اجهزه اللي هو مع الشفط بتبقى شد. فيعني يعني يبقى ده يا سلام، يعني يبقى انت كده عملت لنا حاجات كتير مع بعض. بص بقى، هو المشكله الاساسيه للجسم ان في اربع جدران موجوده. ماشي. اول حاجه الجلد نفسه. لو هو في ترهل ده هيخلي شكل الجسم وحش. حلو. الطبقه الثانيه اللي هي طبقه الدهون. الطبقه الثالثه اللي هي طبقه العضلات. اوكي. الطبقه الرابعه اللي هي الدهون الداخليه. دي الاربع حاجات اللي بتتحكم في شكل الجسم او الشيب بتاع الجسم. كويس. احنا بقى بنعمل ايه؟ اول حاجه بنشفط الدهون. اول حاجه بنشفط الدهون. بص مثلا الحاله دي، معانا كانت سيده اهي عندها اللي بقول لك عليها سمنه موضعيه كبيره جدا في منطقه البطن. بص بعد ما نحتنا الوسط اترسم ازاي. بص المؤخره هنا كبرناها ازاي. انت كمان رسمت المؤخره. وشفطنا فوق المؤخره عشان ننحت الوسط بالكامل. هي دي المؤخره البرازيلي اللي هي البرازيليه. احنا نكبرها شويه. طيب بص، ده كان هي حاله طبعا هي سعوديه. وكان بعت لنا السناب شات ده في المتابعه، وما شاء الله زي ما انت شايف الكيرفز بدات تبقى مرسومه، الوسط بقى صغير خالص. انت هتخلينا نغير بقى، يعني الناس كلها هتغير حتى اللي جسمه حلو.
لعلمك احنا طماعين برضو شويه. الفيديو والتفاصيل كلها هتلاقيها موجوده على قناه اليوتيوب. اوكي. هتلاقيها باسم دكتور محمد الفولي، كل تفاصيل العمليه من اولها لاخرها موجوده، بتاعت الحاله دي وحالات تانية. قناتك على اليوتيوب وطبعا اكيد الفيسبوك، وبرضو على الفيسبوك. اول ما تدخل الفيسبوك هتلاقي الفيديو ده موجود وبيشرح وبيشوف. هو عاجبني جدا على فكره، لان الناس دايما بتحب اللي هو مش بس اسمع يعني، يحب تشوف، مش بس كمان تشوف النتيجه اون تيبل يعني، مش بس ان انت تعرضي. احنا لاحظنا كمان الفتره اللي فاتت ان في ناس كتير ومراكز كتير بتعرض صور مش بتاعتها. بتجيب بتشوف. لا بس بقى في رقابه، خلي بالك بقى في رقابه، وما بقاش حد يطلع غير لما يستاذن صاحب الصوره. والله يعني على السوشيال ميديا، في الدنيا على السوشيال ميديا مش كده. على السوشيال ميديا لكن عشان كده دايما لما نيجي نشوف صوره قبل وبعد لازم نشوف بعد المتابعه ايه الاخبار. طيب. يعني ما نكتفيش بس بالصوره حتى اون تيبل. دي بقى الاجهزه اللي بنستخدمها. اول حاجه الجهاز اللي على الشمال ده جهاز الفيزر الامريكي الازرق. الجهاز ده بيعمل حاجه اسمها فيزر اسيست لايبوسكشن، بيقوم بكل خطوه في عمليه شفط الدهون. حلو قوي. اول حاجه يدخل يعمل اذابه للدهون تماما. ماشي. الخطوه الثانيه يدخل يشفط الدهون ويطلعها بره الجسم. الخطوه الثالثه يدخل يشد الجلد، خاصيه اسمها الفيزر سموث ادفانس تكنولوجي. فبدل ما تشد الجلد كمان تعالج السليم. بس اكيد في الجهاز ده فيه تقليد يعني، انا طبعًا مش اي حد يقول انا عندي جهاز. ده الجهاز الازرق اللي هو الامريكي. ده الامريكي في تقليد بقى. جهاز مثلا ابيض، حاجات بتبقى كوري وصيني، مش طبعا عمرها ما بتكون بنفس الكفاءه. الجهاز الاسود الابيض ده اللي على ايدي اليمين ده جهاز ام دي ريسورس. اوكي. ده جهاز امريكي برضو. الجزء الابيض اللي هي المضخه الصغيره دي بتحقن سوائل عشان تكسر خلايا الدهنيه بشكل كبير جدا. والجزء الاسود ده الماشين. بس انا لو هكسر مش هحقن. بالظبط. لا بصي المفهوم ده اتغير دلوقتي. قولي ممكن بقى. تكسري وتحقن الخلايا اللي انت كسرتيها برضه، بس بدرجه معينه، بس مش هتبقى يعني كان زمان اقوى من اللي لا ما كسرتش. لا انا بقى ده اللي احنا كنا متخيلينه. ايفيدنس بيست لنا جديد بقى، ما انت معاك الجديد كله. الدهون اللي احنا بنشفطها بالفيزر. اوكي. بس احنا لما بنيجي نشفط بالفيزر، لو انا عايز بصي انا هحرم نفسي لو انا ما كسرتش الدهون، انا مش هشد الجلد بالفيزر. فبندخل بشكل سطح تحت الجلد قوي عشان نشد الجلد وندوب الدهون السطحيه. لما بيجي نشفط بنشفط الدهون اللي تحت الطبقه السطحيه، بتبقى الفيزر مكسره حاجات بسيطه. عندنا جهاز جديد اسمه الويل جونسون. الجهاز ده بياخد الدهون دي زي معمل بالظبط، بيبقى جوه اوضه العمليات. حلو. بياخد الدهون من جوه من الجسم من غير ما تطلع بره الجسم خالص. تدخل في جار ده بيبقى معقم. أوكي. بيتم فلترتها من خلال حاجه اسمها فايبريتور، بعد كده تطلع الجسم تاني جاهزه للحقن. ندخل بحاجه اسمها انجكتور عشان تحقن جوه الجسم، يعني يعتبر زي جهاز قلب اللازمه. فبقى هو ده اللي بيدينا نتائج حلوه جدا في حقن الدهون، انها تعيش بشكل كبير وتكون فرصتها احسن انها تظهر. طب هم عاملين يزنوا عليا عشان بص الرجاله هتزعل من هنا والله يعني. اهو بقى قول لنا بقى سكس يعني بص دي حاله برضو اون تيبل. احنا يعني بوريك النتيجه هنا قبل وبعد العمليه مباشره. اوكي. ازاي ان واحد عنده بطنه كبيره وتسدي اون تيبل وانا شايفه على ترابيزه العمليات. هي دي بقى النقطه اللي انا كنت عايزه اكلمك اللي بتضايق الرجاله، التسدي. طبعا دي الايام اللي فاتت كلها العمليات دي يعني مكتسحه. بص احنا رسمنا حاجه في الفي ازاي. بص رسمنا البطن، عضلات البطن بشكل جميل ازاي، ورسمنا حاجه اسمها الاستاتيك لاينز، يعني الخطوط الجماليه للبطن. ده انت خليته اكنه يوميا في الجيم بالظبط. يعني. ما هي دي بقى الفكره، ان انت تقدري ان انت ترسمي العضلات وتزرعيها بشكل كويس جدا، ان هو حتى لو ده راح الجيم مش هيظهر بنفس الشكل ده. نفس الكلام الظهر والجنبين كان فيهم نسبه من الترهل، والجنبين كانوا بارزين بشكل كبير. عملنا لهم نحت برده بشكل كويس جدا. هنا انت بتشوفي نتيجه اون تيبل برده. ده لو احنا شفنا من الناحيه اليمين، بص الصدر بقى مرسوم ازاي، عضله الصدر، الجنب، البروز اللي كان موجود اختلف تماما. يعني تحس ان هو جسم شاب بحاجه و20 شاب يعني. بالظبط. وللعلم برضو في شباب كده. انا عايزاك تركز بقى يا دكتور، انا عايزك تشوفيها جسمه الفي. بصي من فوق ازاي هو عريض والوسط صغير قوي. هما بيتصوروا اصلا الناس اللي هي بتلعب كمال اجسام وقصص دي، بيبقوا يعني مصورين الصوره تحت شويه عشان يبينوا الحته دي بالذات. الفي بالظبط. برافو عليكي. طيب انا عايزاك تركز بس على نقطه ان انا ممكن اروح الجيم كل يوم، بس انا لو عندي سمنه موضعيه وراثيه مستحيل مش هتنزل. فعشان الناس بتهري نفسها بقى كل يوم رايحه جايه ومفيش فايده. لا ومش بس كده، بيمني نفسه ان هو اصلا ما بيروحش الجيم اصلا. يقول انا هلعب جدا وهنزل الجيم وهتحسن. انا لا يعني انا اعرف ناس شخصين رايحه جايه على الجيم ومكان البطن مش ليه بقى مش تظهر. ليه؟ لان انت حطيتي جدار عازل ما بين الجلد وما بين العضلات. أوكي. لازم الجدار ده يتكسر ويتشال عشان العضلات تظهر. ممكن تبقى انت بطبيعتك عضلاتك ضعيفه، فمهما تلعبي عليها رياضه ما بتظهرش.
انا اقدر اتحكم طبعا يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بالتكنولوجي دي وبالخبره وبالمهاره اللي اكتسبناها على مرور السنين احنا نقدر ان احنا نظهر العضلات دي من غير حتى ما تروح الجيم خالص. يعني الكلام في المواضيع دي مش بيخلص، ولكن انا سعيده جدا بالفقره المهمه قوي لينا كلنا بصراحه رجاله وسيدات. نورتنا دكتور محمد الفولي. احنا بنشكر دكتور محمد الفولي استشاري اول جراحات السمنه والمناظير بكليه طب عين شمس، دكتوره مناظير وجراحه السمنه والسكر، ماجستير جراحات الجهاز الهضمي والثدي، عضو الجمعيه الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والمناظير البطن. وانا كمان بشكركم، هنطلع لفاصل وكمان هنشوف فيديو حلو جدا هيعرض طبعا كل ما يخص دكتور محمد الفولي.